شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد إنذار للسكان بإقلاء المنطقة. مراسل الحدث قال إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك وبرج البراجنة. من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية موفد الحدث إبراهيم فتفت يطلعنا على التفاصيل. مرحبا إبراهيم، هل لازلنا في حالة الهدوء الحذر بعد الغارتين اللتين استهدفتا برج البراجنة وحارة حريك؟ مساء الخير مجددا سعد الدين. لا يبدو أن الهدوء الحذر سيستمر كثيرا، خصوصا بعد الإنذارات الجديدة التي أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في الإخلاء لعدة مباني، منها حارة حريك بالمحيط القريب جدا من كنيسة مار مخايل بالقرب من حاجز الجيش باتجاه منطقة الصفير، وأيضا الإنذار نصيب برج البراجنة وبالتحديد مبنى حاطوم. إذن هذان فرقا الهدوء. نعم إبراهيم، ليتك تكرر هذه المعلومات، لأننا نعاني من تقطع الصوت من عندك. نعم، كنت أقول سعد الدين أن هناك الجديدة براجنة تحديدا في شارع حاطوم، أما الإنذار الآخر فهو لكنيسة أو محيط كنيسة مار مخيل، المجمع السكني بالقرب من كنيسة في منطقة حارة حريك باتجاه الصفير. هذه المواقع التي أنذر بها الجيش الإسرائيلي قبل قليل وطلب بإخلائها، طبعا بعد تلك الإنذارات كما جرت العادة نسمع طلقات من داخل تلك تحذير السكان الذين قد يتواجدون في تلك الأبنية أو بمحيطها. ربما هذه اللمعة مستمرة بهذا النحو من التصعيد، الهدوء متقطع لم يدم طويلا بعد تلك الغارات. إذن بدأت هذه الليلة بغارتين، إحداهما على حارة حريك والأخرى كانت على برج البراجنة كما كنا تحدثنا في رسائل سابقة، وهذه اللحظات بعد الإنذارات الترقب لتنفيذ تلك الغارات. نحن نتابع بشكل دقيق هذه الليلة، ما إن كان الجيش الإسرائيلي سيستمر حتى ساعات الصباح الأولى أم أنه هنا كنت أود أن نتوقف معك وفق تغطيتكم، يعني لم نتعود في هذا الوقت أن نشهد ضربات، صحيح؟ الساعة الآن الرابعة صباحا إن كنت دقيقا بحسب توقيت بيروت. نعم الآن الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، نحن على بعد نصف ساعة تقريبا من بداية فجر جديد في لبنان، ولكن في العادة كان الجيش الإسرائيلي يتوقف في هذا التوقيت أو قبله بساعة عن الضربات، وحتى خلال ساعات النهار قل ما كان يغير على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن اليوم الماضي والليلة التي سبقت هذه الليلة منذ قرابة 30 ساعة حتى هذه اللحظة الغارات لم تتوقف على الضاحية الجنوبية. نتحدث عن أكثر من 17 غارة نفذت حتى هذه الليلة، حتى هذه اللحظة، عبر الطيران الإسرائيلي عبر على عدة مواقع بضاحية بيروت الجنوبية، شملت حارة حريك، برج البراجنة، الحدث، وبطبيعة الحال الليلكي والغبيري، مناطق مختلفة في ضاحية بيروت الجنوبية على نطاق واسع، منها تعرضت للقصف العنيف، وتجدر الإشارة إلى أن الغارات هي مدمرة بشكل كامل حيث تسقط، أي أن الأبنية التي تصيبها تلك القذائف والغارات تخرجها بشكل كامل، بشكل كامل تدمرها بشكل واضح، وأيضا تلحق الأضرار بالمباني المحيطة بها، وهذا أيضا ما دفع بكثيرين من السكان إلى الاقتناع بعدم العودة أقله خلال هذه الفترة من التصعيد. كان عدد من السكان يعودون لتفقد منازلهم والآخرون يعودون لأخذ بعض الحاجيات، لكن هذه الظاهرة خفت بشكل ملموس بعد هذه الموجة من التصعيد. سعد الدين، نعم أكتفي معك لهذه اللحظة بهذا القدر من المعلومات. موفد الحدث إبراهيم فتفت، وبالتأكيد سنبقى معك ونبقي عينا كذلك على هذا المشهد في ظل التحذيرات التي نقلتها لنا، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق التي سيقوم باستهدافها. شكرا لك إبراهيم.